الحديث عن الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين رحمه الله حديث يطول ويتشعب. كان الرجل كثيرا ويبقى الكلام عنه قليل. كان أستاذا وكان صديقا، كان معلما بما تعنيه الكلمة من حيث قدرته على التعامل مع الناس، ومن حيث قدرته كذلك على إدارة النادي الأدبي الثقافي. كان أنموذجا للعمل المخلص والعمل الجاد والإدارة الصادقة والصلبة التي تستطيع أن تقف في وجه التحديات المختلفة، خاصة خلال تلك الحقبة من الزمن التي كانت فيها الصحوة على أشدها، وكان القيمون على الصحوة في أشد شراستهم. لم يكن عبد الفتاح أبو مدين ولم يكن العاملون مع عبد الفتاح أبو مدين ينجون من خطب التشدد ومنشورات التشدد على مدى أعوام من العمل الذي لم يكن يتراخى ولم يكن يستسلم.